السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا 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 في تربية الحمام، وناس كتير بتسأل عنها. يعني في ناس مبتدئين كتير بيسألوا طب إحنا نأكل الحمام إزاي؟ طبعا الحمام بتاعك ده لازم يأكل بمواعيد، مينفعش إن أنت تأكل الحمام كده وخلاص. يعني إيه؟ يعني مينفعش إن أنا أجيب الحمام عندي أشتري حمام وأحطه في أوضة او اسيبه سايب وبعد كده اكله كده واسيب له الاكل كده طول النهار. ده طبعا لو عملت كده يبقى ليه اضرار كبيره طبعا جدا عليك، على الزغاليل وعلى الكبار. طيب الطريقه الصحيحه اللي احنا بنعمل بيها موضوع التاكيل ده، الطريقه الصح اللي احنا هناكل بيها الحمام، اولا انت هتجيب الحمام، لما تجيب الحمام متقعده في اوضه او هتسيبه سايب هتأكله طبعا ايه، مرة او مرتين في اليوم. نأكل امتى مرة ونأكل امتى مرتين؟ طبعا احنا لو الحمام مش تحتيه زغليل هنأكل مرة واحدة الصبح او اخر النهار، بس اهم حاجة تكون الميعاد اللي انت هتأكل بيه الحمام يكون ميعاد ثابت. يعني مثلا انت هتأكل الساعة 9 الصبح يبقى كل يوم الساعة 9 الصبح، الساعة 10 الصبح يبقى كل يوم 10 الصبح، اخر النهار يبقى اخر النهار. مينفعش ان انت مثلا تبقى هتأكل وجبة واحدة وتأكل الحمام بمواعيد مختلفة. يعني ايه؟ يعني انا هأكل وجبة واحدة دلوقتي يبقى لازم اثبت الساعة اللي انا بأكل فيها، وبعد ما اخلص الاكل الحمام يخلص الاكل، الحمام اكل دلوقتي وتمام التمام، نص ساعة وتشيل الاكل، ما تسيبش الاكل قدام الحمام ابدا. ليه بقى؟ لان انت لو حطيت الحمام حطيت له الاكل بتاعه هيفضل ياكل فيه وينقي الايه اللي هو عايزه، وبعد ما يخلص هيبتدي بقى ايه يعمل الايه الزرق بتاعه، الفضلات بتاعته ينزلها على الاكل. يجي فرد تاني، لو الفرد ده مثلا عيان يجي فرد تاني يقوم عامل ايه، يقوم واكل الحبايه دي، تبتدي انت بقى ايه تعدي الحمام مع ايه مع بعضيه. تاني حاجة من أضرار برضو اللي انت تسيب الأكل كده على طول للحمام، ان انت طبعا لو سبت الأكل كتير للحمام على مدة طويلة بيعمله زي شقفة، الحمام بيبعد عن الأكل، يعني أكل وخلاص والأكل لسه قدامه، يبتدي بقى ايه يتدلع، يعني زي ما بقوله كده يبتدي ايه ياكل حباية ويسيب حباية كده، وما يرضاش ايه يأكل الزغاليل بايه بصحة، والزغاليل بتاعتك بتبقى بصحة ايه مش كويسة. يعني ايه؟ يعني انت لما بتفضل تسيب الاكل بتاعك اكل الحمام قدامه بفترة طويلة، لو هو تحته زغاليل مش هيأكلها، مش هتلاقي الزغاليل تنتج معاك، مش هتلاقيها، يعني هتلاقيها احجامها ضعيفة. لازم الحمام يتأكل بصورة متقطعة في اليوم، يعني يا مرة يا مرتين، ما ينفعش الاكل يتساب ايه طول النهار. لو تساب الاكل طول النهار هينتج عنه امراض، هينتج عنه حاجات كتير انت في غنى عنها، يعني منها زي ما قلنا الشقفة بتاعت الحمام. وفي حاجة تاني، انت لو فضلت سايب الاكل والمكان مفتوح الفئران هتنزل تاكل الحمام، تاكل الاكل بتاع الحمام، تاكل الحبوب بالذات الذرة الصفراء والذرة العوجة، ابتدوا يكسروا لك فيه وياكلوها، الحمام يجي تاني يوم ياكل منها، ما هو قدامه هيبتدي بقى ايه ينتج عنه امراض انت يعني انت في غنى عنها بالنسبة للايه للحاجة دي. دي من اهم، يعني دي الف ب تربية حمام، لازم 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 الحمام ياكل بمواعيد، يا مرة لو مش تحته زغليل تأكله مرة، لو تحته زغليل أكله مرة الصبح وجبة خفيفة، وآخر النهار اديله الايه الوجبة التانية. ولو أكلت بمواعيد طبعا هيفرق معاك في حجم الزغلول، وهيفرق معاك في حاجات كتير، في صحة أصلا الكبار الحمام الكبير وفي صحة الحمام الصغير. ده طبيعي على فكرة، يعني انت انا دلوقتي انا هأكل دلوقتي زي ما انتوا شايفين حضراتكم الحمام، نص ساعة بالظبط هشيل الأكل، اللي أكل أكل اللي ما أكلش مش مشكلة، هاجي بقى بعد العصر على الساعة مثلا على الساعة 3:30 الساعة 4 وأقوم مدي وجبة تانية برضو. يعني بقى أنا اديت وجبة الصبح عشان في زغليل، وأقوم مدي الإيه الوجبة التانية، وجبة الصبح ووجبة بالليل عشان الزغلول زي ما انتوا شايفين كده حضراتكم، ده زغلول اللي هناك ده زي ما انتوا شايفين ما شاء الله صحته عاملة ازاي وواقف عامل ازاي، وفي زغلولين هنا برضو لسه ايه صغيرين، الزغلولين دول برضو ما شاء الله يعني بقالهم حوالي 5 ايام ما كملوش الاسبوع، دول برضو ما شاء الله زي ما انتوا شايفينهم كويسين. يعني الحمام بتلاقيه عموما، بصوا يعني دي الاساسيات بتاعت الايه التاكيل ايه بتاع
بتاع الحمام. يعني انت لو عملت عكس اللي انا بقول لحضرتك عليه ده هتلاقي امراض وهتلاقي كانكر وهتلاقي الزرق بتاع الحمام. الحمام بيشخ على بيعمل الزرق بتاعه على الكلفة، وحمام تاني ياكل الكلفة دي فيعيا، فانت في غنى عن الكلام دوت. طبعا انت لو بتربي كهواية او غواية الحمام، طبعا انت لما بتيجي طبعا انت لو مش فاضي او بتربي كهواية فطبعا انت مش عايز تطلع كتير للحمام، عايز تطلع مرة واحدة بترمي الاكل، بتشوف الكمية اللي الحمام بياكلها. الحمام عادة بياكل من 60 ل 100 جرام في اليوم. فانت لو مش عايز تطلع تاني تقشط للحمام، يعني انت تشيل الاكل بتاع الحمام من قدامه، فتحط الكميه اللي انت عارف الحمام بياكلها. يعني مثلا بياكل كيلو في اليوم، يبقى انت بتحط الكيلو وتسيب الحمام وتنزل، هو كده كده هيخلص الايه، هيخلص الاكل ده. تيجي تاني يوم تقوم حاطط له نفس الكميه عشان ما تطلعش مرتين، عشان ايه ما تحسش ان انت ايه في جهد عليك كتير، ان انت بتفضل كل شويه تطلع الحمام وتنزل والكلام ده كله. لا، انت اعرف معيار الاكل بتاعك، الحمام بياكل قد ايه في اليوم. انت مثلا عندك مثلا 10 جوايز، فمثلا بياكلوا مثلا كيلو في اليوم، فانا بحط بعاير الكيلو ده وبقوم حاطه في الايه في الاكلات بتاعتي واسيبه وانزل، هو كده كده هيخلص الاكل. وتاني يوم انا برضه ايه اقوم حاطط له الايه نفس الاكل دوت ونفس الكميه. اذا كنت مش مشترك معايا في القناه اشترك وفعل زر الجرس ودوس لايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.